السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم في فيديو جديد. اليوم غنتقاسم معكم واحد الاكله اللي عجبتني بزاف، اكله بسيطه كتعطي كتجي فنه بمذاق البسطيله ديال الحوت، تيقيني والله الا كتجي روعه. انا وليت مدمنه عليها وقلت نتقاسمها معكم. المهم عندي هنايا بصله كبيره مشلطه وفلفله حتى هي مقطعه صغيره. غادي ناخذ البصله غنديرها في واحد شويه ديال الزيت، زيت المائده او زيت البلديه اللي بغيتي، مهم غير شويه باش تشحر. غنشحرها واحد المده ديال جوج دقائق حتى تهبط واحد شويه، ونزيد عليها الفلفله. هاد الوصفه والله حتى زوينه بزاف، كنحلف لحقاش جربتها وزوينه وكتعطي واحد المذاق زوين، يعني كنتمنى تجربيها وتردي عليا. المهم دابا من بعد ما دبلات ليا هاد البصله كيف ما كتشوفي معايا في الفيديو، غادي نضيف عليها الفلفله ونخليهم يتشحروا مزيان. من بعد ما تشحروا مزيان غادي نضيف الملحه، البزار. انا هنا درت غير شويه، ولكن انت ممكن تكثري حيت انايا ما كياكلوش شي حاجه تكون حاره. ممكن تضيفي الهريسه او السودانيه، يعني المذاق الحار كيجي فيها زوين. انا ما درتوش حيت ما كيبغيوش. وعندي هنايا شعريه صينيه، ديري غير الباكيه الصغيره قطعيها، من بعد ما تسلقيها قطعيها. انا هنا راني سلقتها وقطعتها، ودابا ضفت عليها الثومه بودر. ممكن تحكي واحد جوج ريوصه ديال الثومه، ماشي مشكل، بحال بحال كيعطيو نفس المذاق. الملحه البزار، عاوتاني انا هنا درت غير شويه ما بغيش نكثر، ممكن تضيفي ديري اكثر من هذا الشيء. وهنايا خديت بواطه ديال الطون، كنديرها بهذه الطريقه باش كيعطيني الطروفه ديالها صغيورين. صدقيني والله العظيم الا هذه الوصفه كتجي روعه، كتجي زوينه بزاف. كتعجبني، عجبت حتى الوليدات الصغار، عجبت الدار كاملين. والله الا كتجي فنه في المذاق ديال البسطيله ديال الحوت وفي المتناول ديال الجميع. انت ما خاسره والو، غير ديريها وردي عليا، غير جربيها وشوفي كيفاش غتجيك وردي عليا. المهم غادي ندير هاد البواطه ديال الطون كامله. انا هاد البواطه ديال الطون درتها فوق الشعريه الصينيه، خليت البصله والفلفله كيتشحروا. صافي غادي نخلط الشعريه الصينيه باش تشرب لي داك الطون. وصفه سهله ما فيهاش المقادير بزاف، وكطلع روعه، كطلع فنه وزوينه. دابا هنا غادي نضيف ديك البصله والفلفله اللي شحرت على الشعريه الصينيه، الشعريه الصينيه اللي خلطت مع الطون. المراحل واضحه، ما فيهاش بزاف ديال هكا زيد وزيد، يعني سهله بزاف. غادي نخلطها مزيان ونخليها تبرد. غنحاول نجمع العناصر مزيان باش تشرب الشعريه الصينيه دوك المكونات. كيف ما شفتي انا خلطتها مزيان وخليتها حتى تبرد. دابا غادي نضيف عليها 4 ديال البيضات. هاد البواطه الصغيره ديال الشعريه الصينيه كتهز ليا 4 ديال البيضات، يعني انت غديري على حساب الكميه اللي درتي. المهم انا هنا كندير بيضه ببيضه باش الا كانت خاسره شي وحده ما تخسرش ليا المقادير.
صافي، غادي نكتفي بربعة ديال البيضات. غادي نخلط العناصر مزيان كاملين بيهم بحال هكا كيف ما كتشوفي في الفيديو. خاص داك البيض يتخلط مع كل شيء. المهم درت هنا المقلة اللي ديجا شحرت فيها البصلة والفلفلة، درت فيها شوية الزيت تسخنت مزيان، ودرت فوق منها هاد الحشوة هادي كاملة. غادي نبسطها بحال هكا فوق المقلة. غنحاول نصغر لكم الصورة باش تشوفي. طريقه سهله ما فيها حتى شي حاجه تعقيدات، وكتجي الروعه، اقسم بالله الا كتجي الروعه. كاينه واحد الاضافه، انا تقطعت لي المرحله ديالها في التصوير. خدي الحامض مصير وخدي لي داك القلب ديالو وتزديه مع العناصر لداخل، زديه مع الطون والشعريه الصينيه والمكونات كاملين. هذه غير هاد اللقطه هذه ما بقاش مسجله ليا. المهم الحامض كيعطيها واحد المذاق زوين، وحتى حاجه من هادشي ما كتبان، يعني البصله وداكشي ما كتجيش لوكو ديالهم، ما كتعرفيها باش مصوبه. المهم هانتي دابا من بعد ما بسطتها طابت على الجهه التحتانيه، درت ليها غلاقه وقلبتها بطريقه العاديه، غير خليها طيب مزيان وغتقلب لك بسهوله. كيف ما شفتي انا قلت لك قلبتها، وغنطيبها بالجهه التحتانيه يعني بحال شكل الخبيزه. كنبقى نحركها بهذه الطريقه هذه، نبقى نقعدها باش طيب ليا من الجوانب كاملين. كيف ما قلت لك درت الغلاقه بحال هكا، غطيتها بها كامله بالمقله كامله وقلبتها بطريقه عاديه بسهله. كتجي مجموعه ما كتعذب ما والو، سهله ماشي شي حاجه. صافي غنبقى بهذه الطريقه هذه حتى طيب من التحت. شتي كيفاش كتجي؟ كتجي مجموعه بحال شكل الخبيزه مجموعه، ولكن والله حتى المذاق ديالها واعر. المهم تجي ما خاسره، قلت لك حتى شي حاجه، غير جربيها ما تنقصيش هذا الفيديو، جربيها باش ما كان غطي عليا، انا متاكده غتعجبك. صافي دابا طابت من الجوانب بجوج، ها هي الشكل ديالها دابا النهائي، جا زوين ما زينتها حتى شي حاجه، خليتها هكاك هكا كان زعما هكا كنديرها ما كاينلاش. المهم هكا كتجي زوينه، هانتوما شوفوا كيفاش كتجي. فنه فنه ما شاهيتكم فيها، والله الا كندير المونتاج الفيديو تشاهيتها غنوض نعاودها. ديري ليا خاطري وجربيها، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله.